إشهار المواقف في وجه إيران وبأكثر من طريقة مستمر. فإدراك الخطر المحتق بالمنطقة مؤخرا يدفع بالدول العربية على مواصلة خطواتها التصعيدية بأكثر من طريقة. تتغير الصياغة وتتبدل الأدوات وتنطلق الرسائل في كل اتجاه، لكن يظل الموقف واحد ثابت تجاه العدو الذي يتهدد دول الجوار. جبهة جديدة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه المرة توجه رسالة مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية، بينها جمهورية مصر والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية. أعربت الرسالة عن قلقها إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية والعدائية التي تنتهجها إيران في المنطقة ودعمها العسكري والمادي للجماعات والخلايا الإرهابية في كل من البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها، بحسب رسالة إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فليس غريبا على البلد الذي صنع الخوف ومد أذرعه المتمثلة بحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن أن يظل يصدر المخاوف إلى محيطه ويغذي الصراعات كإشباع حاجته من الخراب، على غرار ما حدث من استهداف لبعض السفن في المياه الإقليمية الدولية في باب المندب. ذهبت إيران بعيدا على جثث الآلاف من الضحايا، وهو ما لم تستطع العودة به، لكن كيف لا؟ ودستور هذا البلد أصلا يقتصر على دعوة رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، وهذه إحدى النقاط التي ركزت عليها الرسالة العربية. الرسالة أيضا تحمل دعوة للاستقرار من وجهة نظر الدول العربية، الذي لا سبيل أمام جمهورية إيران إليه إلا التغيير الشامل لسياستها الخارجية والتخلي عن أعمالها العدائية بما يمهد الطريق لدخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.